وصلت أجمل شواطئ المغرب، شاطئ المحمدية. مرحبا بكم، نحن بنحب مصر. أكثر من مجرد شاطئ، بنحب النيل، مليء بالأنشطة الترفيهية، خلاه مقصد جميع مدن المغرب. بنحب عاد الإمام، اللي واحد يرد باله من اللي غاليه. حلزون صور عايز حلزون هنا معاك يا بنسيا. ماشي شكرا. نجم البلول ده، البلول ده، البلول ده شوربه. ماشي. دي اكله شعبيه صح؟ اكله شعبيه 100%. عجبتني. اخنين انا يلا هذوق شربه الحلزون وربنا يسامحني بقى على اللي انا عامله. هي حلوه جميل، شبه شوربه اللحمه او شوربه كلها اعشاب يعني. أنا دلوقتي في مدينة المحمدية الرومانسية، دي مدينة مغربية بتقع على البحر الأبيض المتوسط. والله الأجواء هنا جميلة، تحس بالبهجة كده على الكورنيش بالذات في مدينة المحمدية، يعني ده أحسن مكان تيجي فيه المحمدية على الكورنيش هنا. ناس بترقص، كافيهات على البحر، والقعدة هنا رومانسية فعلا زي ما بيقول. الناس على البحر بتصيف وكل حاجة هنا مبهجة بصراحة. حكم من مصر، احب احييكم. مرحبا بيكم. تقولوا كلمه لمصر. مرحبا بيكم. اهلا وسهلا بيكم. 100 100. انتوا بقالكم كام سنه بتدرسوا يعني؟ سبع سنين. شكلكم محترفين وجسمكم رياضي. نحن بنحب مصر. الله يخليك. وبنحب النيل. النيل والاهرامات. بنحب عادل امام. عادل امام. اللي واحد يرد باله من اللي غاليه. خلاص ماشي ماشي، شكرا لكم. شكرا. مرحبا بك. شاطئ المحمديه ده بقى بيجي له ناس من كازابلانكا، من بلاد كتير من المغرب في المدن اللي جنبنا، عشان شاطئ جميل ونضيف وحلو. طبعا في فيديو انا عملته لكازابلانكا ان شاء الله هحطه لك في الوصف، وهتشوفه هنا في اللينك اللي هيظهر دوت لما ينزل ان شاء الله. ممكن بقى على الشاطئ ده تركب خيل، تركب بيتش باجي، تاكل حلزون. حلزون ده حاجه زي القوقعه كده وبتمشي، وفيها شوربه حلزون بالاعشاب جميله برضه، بس طبعا بتاكلها وهي ميته يعني مش وهي بتمشي. وفي كافيهات على البحر، وفي لعب للاطفال، بيتش باجي صغيره للاطفال. والفنادق برضه هنا، في فنادق على البحر هنا جميله جدا. انا هنا وصلت عند شاطئ المحمديه. هو شاطئ جميل وحلو وكل حاجه، بس انا لاحظت حاجه غريبه قوي في الرمله. الرمله مختلفه عن مصر شويه،
ازاي بقى؟ يعني انت هنا ماشي بتمشي ناحيه الشط، الرمله كتيره وكثيفه، فانت ماشي بتغرز عادي. اول ما تقرب من الشط بتلاقي كل ده ايه، الرمله بقت مبلوله وبقت ناشفه. قال لك السبب ان الميه من الظهر للعصر كده بتبقى جايه لحد هنا. تخيل كل المسافه دي بتاع مثلا 100 متر ولا حاجه، الميه جايه لحد هنا، واول ما يقرب المغرب الميه بتنحسر بقى وترجع تاني، بتوصل لحد هناك كده بعد 100 متر يبقى ده اخرها. كده الرمله تقيله، وهنا كده الرمله خفيفه ومبلوله. يقال ان الحوت الازرق طلع هنا على الشط بتاع بحر المحمدية ودفنوه قريب من الشاطئ، يعني جنب البحر بالظبط، بس هو طلع ميت يعني ما اذاش حد. وده كده الشط بتاع المحمدية، شط كبير والناس هي بتصيف وعلى البحر لحد المغرب. وهناك كده ميناء المحمدية قدام الشاطئ على طول. حرف جوش؟ اه 2 و2 جوش حرف. انا بقيت بتكلم مغربي كويس. حار جوج ده اسمه فول. طب الحمد لله. وحمص. طب ما هو يعني نفس الاسم. ماشي نفس الاسم. اه نفس الاسم. طب كويس. كام؟ 4. ماشي صح. شكرا. وعلى فكرة عجبني جدا الحصان القزم ده اللي موجود في المغرب، يعني مشهور في كل حتة بالذات في الشواطئ، تقريبا معمول للأطفال يعني. حصان قزم قد كده، مش عارف جابوه منين، أول مرة أشوف حصان قزم. برضه هتلاقيه كتير هنا على الشواطئ وبالذات في المحمدية وكازابلانكا. على فكرة يا جدعان، دي العملة بتاعت المغرب اللي هي الدرهم، ودي 10 درهم، 10 دراهم. بالرغم ان 10 دراهم دي انا شايفها حاجة يعني كبيرة ما تستحقش ان هم يعملوها فضة، بس هم عاملينها فضة. يعني تخيل تركب تاكسي ب10 وتديها له كده عادي. والورق بيبدأ من 20 درهم. دي 5 درهم عاملينها برضو فضة. والدراهم الواحد درهم وكده في الكوينات الفضة دي، دي 1 درهم ودي 1 درهم، 10 و5 و1 و1. تصميم المسجد هنا مختلف شوية. المسجد هنا اسمه هذا مسجد مالي. مسجد مالي. مسجد مالي. نصلي الجمعة في مسجد مالي. المأذنة هنا مختلفة شوية من الأرض. زي السودان بالظبط. يلا توكلنا على الله. الحاجة المختلفة اللي احنا لقيناها في صلاة الجمعة النهاردة ان الناس بتقعد تقرا قرآن بصوت عالي جماعة مع بعض، وما كانوا بيقروا سورة مريم. فدي حاجة انا لقيتها جديدة شوية هنا في المغرب يعني، غير كمان الكيس اللي انا حطيت فيه الشباشب. ده سوق الجوطية في المحمدية. التوابل والعطور. ها؟ وسولتوش كده مش خاصك شي سالفة. عندنا العتبة زي كده. أهلا. نفس العتبة بالظبط. بس لازم نصور برضه. دي العتبة بتاعت المغرب. اه. العتبة الحمراء. المغرب علم أحمر. إنما إحنا العتبة الخضراء. كان عندنا علم لونه أخضر زمان. احمد حصري ياك من اكبر من لا الزوغه حصري بالمر لا
ده جلد النمر عقبال عندكم.